لتوضع على الفاونديشن بطريقة مثالية، بلش بالفاونديشن السائل. عطول بلشي بمنتصف الوجه. طريقة وضع الفاونديشن لازم تكون بضربات نزول. تمرير الفاونديشن تحت العين بيساعدك على إخفاء الجيوب والعيوب بهالمنطقة. ما تنسي الرقبة والدينين، ورا الدينين والرقبة من ورا، خاصة إذا رافع شعرك. مرر الاسفنجة فوق الفاونديشن، لأنه أيام أنتوا عم تستعملي الريشة أو الفرشاية بيبقى خطوط. الاسفنجة بتساعد أنه تدمج اللون وتثبت الفاونديشن أكثر. إذا كنت بعدك بحاجة لتغطية تحت العيون، استعملي الكونسيلر. الكونسيلر لازم يكون درجة أفتح من لون الفاونديشن. قومي برسم مثلث بالمقلوب. بهالطريقة بتكوني عم بتضوي الوجه أكثر، تزيدي تحديد للخد، وعم تدمجي الكونسيلر مع الفاونديشن. ثبت الكونسيلر ببودرة مرطبة أو هايدريتينج مينرال باودر. هالبودرة ما بتنشف تحت العين وبتخلي الكونسيلر يضاين أكتر. ثبت الفاونديشن بالبودرة المضغوطة تيضاين أكتر وتيزيل اللمعة. هودي كانوا نصايحي لتحصلي على الفاونديشن المثالي.